بمناسبة بقى موضوع السبعينات وترند السبعينات وفلتر السبعينات اللي كنا بنتكلم عنه، أنا معايا دلوقتي على التليفون مهندس وليد عبد المقصود خبير تكنولوجيا أمن المعلومات عشان يكلمنا أكتر عن خطورة التطبيقات دي بشكل بقى يعني إيه مدروس، نفهم بقى بالظبط إيه اللي ممكن بيحصل وإيه الحاجات اللي ممكن تكون آمنة وإيه الحاجات الغير آمنة. أهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك، منورنا في إنتي. باشمهندس وليد. اتفضل يا فندم. اهلا بيك. في النهارده بنتكلم عن الترند بصفه عامه، هو اكثر تفاعل بالزبط. يعني كل ما الجمهور على منصه محدده بيتفاعل، كثره التفاعل بيوصلنا للترند. خلاص، فده تمام. احنا الانجيجمنت والتفاعل يوصلنا للترند. طب احنا على اي منصه؟ وليكن على سبيل المثال الفيسبوك. فاحنا دلوقتي لما بيظهر لنا تطبيق يقول لنا انت شكلك ايه في فتره السبعينات، او كان في فتره السبعينات شكلك عامل ازاي، فهو بيثير فضولي انا كمستخدم بالزبط. فانا بالتالي بضغط على هذا الرابط او التطبيق، بديله اختراق مصرح. يعني انا كمستخدم بدي تصريح للمخترق ان يخترقني. ايوه، يعني انا مجرد ما انا بضغط فخلاص انا كده وافق. فده تصريح. ما هو فعلا بيجيب في الاول المسج بتاعت الاو اكسس فور اول فوتوز، اللي هو يعني يسمح بالدخول لمعرض الصور او لفولدر مزبوط. بتاع لان الحركه دي اسمها ثيرد بارتي، يعني ده طرف ثالث. انا طرف والمنصه طرف، والشخص اللي وضع امام عيوننا التطبيق ده طرف ثالث، فدخل عندي. طب لما بيدخل عندي في حسابي، ايه المساحه اللي ممكن ياخدها من البيانات الشخصيه؟ يقدر يطلع على الرسائل، يقدر يطلع على تحركاتي، يقدر يطلع على كل بياناتي اللي ممكن من خلالها يتم تحليل هذه البيانات وبيعها لجهه معينه، جهه استخباراتيه، جهه تجاريه، ايا كان. لكن الخطوره البيانات دي بقى يتم استخدامها مثلا حد ينتحل شخصيتي ويعمل بيها حاجه ولا كارثه ولا عمليه ارهابيه ولا الكلام ده، صح؟ لا، هنا بقى حضرتك لو حسابك مخترق بهذه الاليه، اقدر او هم يقدروا يضغطوا على كلمه على لايك، يعني يتم استغلال حسابك الشخصي في الترويج للترويج وزياده المشاهدات وزياده التفاعلات على الحسابات الاخرى، او الانضمام لمجموعات، او زياده متابعين صفحات معينه. فحضرتك يبقى كده ايه، بتتحول كانها كتائب الكترونيه. فهنا الباسورد لو مش مسروق، يعني انت ليك يوزر نيم وباسورد. احنا هنا ما دخلناش حته الباسورد، احنا ما يوازي الباسورد كود اسمه اكسس توكن. لو المخترق ده حصل على هذا الرمز من خلاله يقدر يتحكم في الحساب. يعني ايه يتحكم في الحساب؟ فجاه تصحى الصبح تلاقي يعني الكلام ده بيتم، خلاص انت قفلت تليفونك نايم، تصحى الصبح تلاقي نفسك عامل جوين او انضمام لجروب، عامل لايك لبيت، عامل فيوز مثلا مشاهدات لاي حاجه على اي شانل فيها مشاهدات. هنا الخطوره، يعني الناس اللي كانت بتلاقي نفسها عامله لايك لصفحات عمرها ما عملت عليها لايك ولا عمرها عدت عليها، ده كده معناه ان حسابهم مخترق؟ اذا الحساب مخترق. في حاله اكتشاف انني معجب او منضم او بعمل اعجاب لاي شيء على الانترنت دون الاذن او بدون ارادتي، معناه ان حسابي مخترق في لحظه من اللحظات. هل انا ضغطت على هذا الرابط ولا جالي لينك في يوم من الايام؟ المهم انا حسابي مخترق. تمام. مخترق يعني في شخص تاني بيتحكم فيه، في شخص تاني بيستغل امكانيات حسابي. وده كده ليه ضرر، ليه ضرر محلي وعالمي. يعني هو ليه ضرر محلي، ان انا اقدر احل من خلال هذه البيانات واغير الراي العام، ممكن اعرف فريق هنا وفريق هنا، مين معه ومين ضد. فالكلام ده كله من اساليب الحروب الجيل الرابع والخامس، استغلال ادوات السوشيال ميديا الحديثه في ان انا اروج لشائعات. ايوه طبعا. بس الكلام ده حضرتك امتى بقى؟ بعد مرور 45 يوم. يعني حضرتك دلوقتي دخلت المصيده، استغلوا بياناتك، خلاص كده خدوا منك اول شوت من التارجت، من الهدف. لكن بعد 45 يوم تحديدا يتم استغلال هذه البيانات وبيعها، واستغلالها من طرف ثالث احنا ما نعرفوش، لكن نلاقي فيه ترويج لشائعات. طيب ده بقى بس على، يعني ده الكلام ده اكيد ما بينطبقش على تطبيق السبعينات بس، اكيد في تطبيقات تانية كتير، وحتى كمان في العاب برضو بتبقى موجوده ساعات على فيسبوك، اضغط هنا والعب مش عارف ايه، او اعرف حظك، او اعرف السنه الجايه هيحصل لك ايه. احنا كنا بنتكلم في وجه الاختصاص في الاول، موضوع تطبيق السبعينات، بعد كده توسعنا دلوقتي لعموم المعلومه، عايزين نفهم احنا كمشاهدين او مستخدمين.
تطبيقات على الانترنت نضغط عليها هي ابلكيشن، هو جيم، يا تطبيق يا لعبه. احنا بنضغط بناخد حاجه فري ممتعه مثيره للفضول، لكن اضرارها فيما بعد اكتر. نعمل ايه بقى حضرتك توصيات؟ تساليني السؤال ده ولا انا اجاوب على طول؟ لا اتفضل، طبعا نعمل ايه، اكيد لازم نعمل ايه يا استاذ باشمهندس وليد. فورا اللي بيسمعنا دلوقتي يدخل على اعدادات المنصه، اي منصه، تويتر مثلا او اكس، فيسبوك، انستغرام، وهكذا. تمام. ندخل على الاعدادات وندخل على منطقه اسمها اي بي بي اس، ابلكيشنز او ابز. الابلكيشنز دي او المنطقه بتاعت التطبيقات هنلاقي في تطبيقات احنا ضغطنا عليها في يوم من الايام مش واخدين بالنا. نعمل ريموف لهذه التطبيقات، نعمل ازاله للتطبيقات او الالعاب. بعد ما بنعمل ازاله لهذه التطبيقات بنعمل تشينج باسورد، بنعمل تغيير لكلمه السر. بالزبط. الحركتين دول او الخطوتين دول هيخلونا نغير رمز الاكسس توكن. يعني هم لو خدوا مننا او حصلوا على رمز الاكسس توكن اللي بنخليه بيتحكموا في حساباتنا، في الحاله دي هيكون غير صالح، انفاليد. يعني ده كده غير صالح، غير صالح. يعني احنا لازم نعمل الخطوه دي. جميل. طيب حضرتك برضو علشان البنات وفكره الصور وان هي البنت بتبقى قلقانه لو حد ياخد صورها او كده، بتنصح البنات بان هم لو هيحط صورهم يحط صورهم ويقفلوها؟ لان في ناس بتعرف تقفل على صورها، هل القفل على الصور ده بيحمي البنات ولا من الافضل ما يحطوش اصلا صورهم؟ بص حضرتك، لو هو في العموم في العموم ما نحطش صورنا الخاصه او بيانات الشخصيه اللي مش عايزين حد يشوفها. اكيد طبعا. لا الحساسه، الحساسه تحديدا بين قوسين. يعني انا دلوقتي في بنت نزلت صورها العائليه بره، مش عارف، كل ده عادي. تمام. ده تفاعل عادي. لكن في صور حساسه ما ينفعش تنزل على الموبايل. لان بترجع، احنا في امكانيه لاسترجاع الصور الشخصيه واستغلالها في اكتر من حاجه. على الموبايل نفسه كجهاز، مش بس على السوشيال ميديا، يعني على الموبايل نفسه حتى خطير ان هي تحتفظ بالصور دي على تليفونها. مظبوط. الموبايل لما بيتباع بيرجع، يعني مثلا ايه؟ حضرتك شوف بقى المثال اللي هقول لحضرتك عليه دلوقتي. نوعين من الموبايل نفس الماركه ونفس الموديل يروحوا لمكان ويتم بيعهم. لما يجي يحب يبيع، في بعض الناس كده بعض يقول لك ده موبايل بنت اصلا في يوم من الايام، وده موبايل ولد. في فرق ما بين الاثنين. تخيلي. لان موبايل البنت فيه داتا، الداتا دي بتتاخد بيتعمل اكونت يتم الترويج من خلاله. بيبقى فيه مكاسب اكتر. للاسف منطقه خطر. فلازم طبعا البنت تاخد بالها وما تحطش زي ما حضرتك قلت. لا، في نصيحه بقى. لو احنا معانا بنمتلك موبايل ماركه معينه، في امكانيه اخفاء او عامل نعمل لوك للصور. هنا ما عنديش مشكله نعمل كده. لكن انا برفض ايه بقى؟ برفض الدخول على الاب ستور او بلاي ستور او متاجر التطبيقات. ان انا احصل على تطبيق من مزاياه غلق الصور او قفل الصور. كلمه مش صحيح. ما هو كده كده التطبيق في ناس عاملاه وفي ناس بتتحكم فيه، فاكيد برضو الاكسس عليه هيكون هو سهل. ده كلام ممتاز. الله، هو تمام. بشكرك جدا جدا. مهندس وليد عبد المقصود، خبير امن المعلومات. خدوا بالكم يا بنات، خدوا بالكم، خدوا بالكم، خدوا بالكم. حاجات كتير قوي بنقع فيها، اخطاء ممكن تعمل لنا مشاكل كبيره احنا مش قدها.